السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مؤشرات تنسيق التمريض العادي بعد الشهادة الإعدادية لعام 2022-2023. تعد مدارس التمريض العادي أحد أفضل المدارس التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، حيث تعمل هذه المدارس على تقديم العديد من المميزات لأبنائها الطلاب، كما تعمل على توفير كافة الخدمات، حيث تعد البديل الأفضل للثانوية العامة، ويمكن من خلالها الطالب في الحصول على وظيفة جيدة، وذلك بعد أن ينتهي من المرحلة الخاصة بالتمريض، وهي وظيفة حكومية ويتم التأمين عليك من قبل الجهات الحكومية المختصة. مجموع التمريض العادي بعد الإعدادية 2022-2023 أو تنسيق التمريض العادي بعد الشهادة الإعدادية: محافظة القاهرة 220 درجة، محافظة القليوبية 246 درجة، محافظة الدقهلية 244 درجة، محافظة الشرقية 252 درجة، محافظة الغربية 234.5 درجة، محافظة الأقصر 195 درجة، محافظة كفر الشيخ 220 درجة، محافظة دمياط 200 درجة. أتمنى ما تنساش انزل تحت الفيديو، اضغط لايك، اشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة عن التنسيق الفترة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.